لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. طلابي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه من دروس مادة الحديث للصف السادس الابتدائي، وسيكون درسنا بإذن الله عز وجل تحت عنوان تسمية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولادهم بأسماء الصحابة رضي الله عنهم. في اللقاء الماضي تكلمنا عن أن الصحابة كانوا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونهم ويحبونهم حبا كبيرا، وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة. من يذكرني بمثال من هذه الأمثلة؟ أحسنت يا محمد، قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. في هذا اللقاء سنتعرف على معنى عظيم آخر من هذه المعاني، وهو أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانوا يبادلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الحب بالحب. فإذا كان الصحابة قد أظهروا محبتهم وتوقيرهم وأعطوهم مكانتهم العالية، فكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قابلوا ذلك بالمحبة. ومن مظاهر هذه المحبة أن بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سموا أولادهم بأسماء الصحابة. هيا معا نذكر بعض هذه النماذج. من هذه النماذج أن سيدنا علي رضي الله عنه سمى ثلاثة من أولاده بأسماء الخلفاء الراشدين، وهذا رد عظيم على من يدعون أن الصحابة كانوا بينهم بعض الأمور التي تغر الصدور. انظر لسيدنا علي بن أبي طالب يسمي أبناءه أبو بكر ابن علي ابن أبي طالب، عمر ابن علي ابن أبي طالب، عثمان ابن علي ابن أبي طالب. هذا مظهر من مظاهر المحبة والمودة. الواحد فينا عندما يحب إنسان يسميه، ترى الجد ينظر إلى حفيده ويقول هذا سمي. فعندما يسمي الابن ولده على اسم أبيه هذا مظهر من مظاهر المحبة. كذلك عندما يحب إنسان آخر فإن من مظاهر المحبة والمودة والاحترام أن يسمي ولده على اسم هذا الإنسان الذي يحبه. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم مكانة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم عند سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لماذا؟ لأن سيدنا علي سمى ثلاثة من أولاده بأسماء الخلفاء الراشدين: أبو بكر بن علي، عمر بن علي، وعثمان بن علي. أيضا طلابي الأعزاء، ابنه الحسن ابن علي رضي الله عنه هو ابن سيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ثلاثة من أولاده بأسماء كبار الصحابة. انظر، سمى أبو بكر بن الحسن وعمر بن الحسن وطلحة بن الحسن، وهذا أيضا إن دل على شيء فيدل على علو منزلة هؤلاء
العظام عند سيدنا الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على علو منزلة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا طلحة، ولا يدل شيء على هذا أكثر من أنه يسمي أولاده بأسمائهم، أبو بكر بن الحسن وعمر بن الحسن وطلحة بن الحسن. النماذج كثيرة، ومنها أن سيدنا الحسين بن علي سمى أحد أولاده عمر بن الحسين. سبحان الله، الحسين نفسه رضي الله عنه وأرضاه سمى أحد أولاده عمر بن الحسين لمحبته لسيدنا عمر رضي الله عنه وعلو منزلة سيدنا عمر عند سيدنا الحسين ابن علي ابن السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ابنه علي بن الحسين زين العابدين سمى ابنه عمر وسمى ابنته عائشة. يا سبحان الله، هذا دليل واضح على عظم مكانة عمر وأبو بكر وعثمان وعائشة عند آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تقريبا كل أبناء أو أبناء كل أو كثير من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم سموا أبنائهم عمر. الحسين بن علي سمى ابنه عمر، كذلك علي بن الحسين يسمي ولده عمر، سيدنا علي نفسه يسمي أبو بكر وعمر وعثمان. هذا إن دل يدل على عظم مكانة هؤلاء العظام عند أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا بادلوهم الحب بالحب. كذلك يا شباب، زوجات أين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة في فترات كثيرة من التاريخ كان هناك زواج بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة. بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتزوج السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنه، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وسيدنا عمر بن الخطاب تزوج من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، فولدت له زيد بن عمر، وكان يقول أنا ابن الخليفتين، يقصد عمر وعلي رضي الله عنهم. كان في زيجات، وهذا دليل أيضا على المودة والمحبة. الإنسان لما يحب عائلة أو يحب إنسان يتمنى أن يصاهره أو يناسبه. لذلك كان كثير من الزيجات موجودة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة. بدأت بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج ابنة الصديق أبو بكر، وتزوج ابنة عمر بن الخطاب، وتزوج حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وكذلك سيدنا عمر بن الخطاب تزوج من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج أم كلثوم بنت علي، ولدت له ولد سماه زيدا، وكان يفتخر ويقول أنا ابن الخليفتين. وأيضا الصحابة تزوجوا من آل البيت، آل البيت تزوجوا من الصحابة، وأيضا الصحابة تزوجوا من آل البيت. سيدنا عثمان بن عفان تزوج من ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية وأم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحسن بن علي تزوج من حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. يبقى سيدنا عثمان تزوج رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسن بن علي تزوج حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، كذلك معاوية بن مروان بن الحكم تزوج من رملة بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هذه العلاقة العظيمة التي تمتلئ بالمحبة والمودة، التي عنوانها حفظ الفضل ومعرفة المكانة بين الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى النشاط الأول الذي يقول أعيد ترتيب الكلمات الآتية لأحصل على جملة مفيدة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمات تقول أهل لأنه بيت صلى الله عليه وسلم، أحب أوصانا النبي بهم صلى الله عليه وسلم. هيا نجمع من هذه الكلمات جملة مفيدة تتكلم عن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هيا يا أبطال نتعاون فيما بيننا لنحصل على الإجابة الصحيحة. أحسن تجبني يا عمر، بارك الله فيك، هذه الجملة الصحيحة، أحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم. بارك الله فيك يا بني. كررها مرة أخرى يا أبا بكر. أحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم. وأنت يا عثمان، أحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم. بارك الله فيكم طلابي الأعزاء. النشاط الثاني وهو مهم، يقول: بين الرد على من يقول إن كبار الصحابة لا يحبون آل البيت من عدة أوجه. كيف نرد على هؤلاء الذين يقولون إن كبار الصحابة لا يحبون آل البيت؟ أجبني يا علي، بارك الله فيك، أحسنت. الرد يقول: كان بين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عنهم كثير من المحبة والاحترام، مما يدل على ذلك أنهم سموا أبناءهم بأسماء كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. بارك الله فيك يا بني، أحسنت، أحسن الله إليك. إذن يا شباب، نرد على هؤلاء الذين يقولون إن كبار الصحابة لا يحبون أهل البيت أن آل البيت والصحابة كان بينهم محبة ومودة. الصحابة كانوا يوقرونهم ويحترمونهم، بل كان أبو بكر يقول: أقدم قرابة النبي على قرابتي، وعمر يقدمهم عند كتابة الدواوين. وكذلك أيها الطلاب النجباء، الصحابة سموا أبنائهم بأسماء كبار الصحابة، وكبار الصحابة سموا أبنائهم بأسماء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج الصحابة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج آل بيت وتزوج آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بنات كبار الصحابة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على المحبة والمودة وعظم المكانة التي كانت مقدرة عند آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعند كبار الصحابة. تعلمنا في هذا الدرس أن أنكر على من يقول أن كبار الصحابة لا يحبون آل بيت النبي، والدليل مر علينا وكثير من الأدلة. كذلك أشارك معلومات هذا الدرس مع أسرتي، أنقل ما تعلمته: أن الحسين سمى ولده عمر، وأن الحسن سمى ولده أبو بكر، وأن علي سمى أبنائه بثلاثة أسماء ثلاثة من أبناء الصحابة من الصحابة، وأن زين العابدين بن علي رضي الله عنه سمى ولده عمر وسمى ابنته عائشة. انقل هذه المعلومات في محيط أسرتك ومن تستطيع أن تتحاور معه. الآن وصلنا إلى المرحلة النهائية، وهي مرحلة التقويم، لنقف على مدى تحقق أهداف هذا الدرس. السؤال الأول يقول: أمثل بمثال على تسمية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأولادهم. هو مثال أبو بكر بن علي رضي الله عنه وعمر بن الحسن بن علي رضي الله عنهم. أذكر مثال على مصاهرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة: زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة بنت أبي بكر، وزواج عمر من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها. لخص أوجه محبة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في رسم، هذه متروكة لكل واحد فيكم أيها الأبطال، أرسم رسم جميل وأرسله لي على الواتساب أو غيرها من الوسائل. بارك الله فيكم. إلى هنا طلاب الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. على وعد بلقاء قريب، أترككم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.